الجزائر. اتفاق الشراكة ما بين المؤسسة محمد السادس على كورس سجناء وعملة فحص أنجرة من خلال مبادرة التنمية البشرية، كملوا بالتفرقة ديال 6 مشاريع سنة 2019 بقيمة إجمالية 3,529. كان المبلغ الكامل ديال الاتفاقية 1 مليار درهم، وباقي في الاتفاقية 675,470. عدد المستفيدين، كاين اتفاقية شراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ديال لويان، كاين اتفاقية شراكة مع عملة طنجة أصيلة كانت دارت في 2013، كاين مؤسسة محمد. وفي العدد ديال المستفيدين اللي استفدوا من هاد الاتفاقيات كاين 205 ديال المستفيدين، بين 225 امرأة. تحمى رمزية من بنا رم جبول في المشية وجبول بس. الله يعاونك أولدي والله يوفقك ونتمنوا لك التوفيق في المسار ديالك ورد بالك. شكرا. درنا قبل تكوين في داخل سي تضحية تركيا اختأت أنها تلك علاقة لأنها عندها تجربة فيها وهذا عندها مثل توكل عليك الله توفيق النجاح الله تعالى يوفقك توكل عليك شكرا. قصر صغير كيف قصر صغير مرسل مرسل دوار الشهبة دوار الشهبة نجبة 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 هذا خلص سيبر رئيس نحن هنا من أجل توزيع 4 مشاريع من بينهم امرأة. المشاريع تتمثل في مشروع في الحلاقة نساء، مشروع إعداد الخبز والحلويات، مشروع تربية المشية، ومشروع مسمكة. هؤلاء المستفيدين استفادوا من تكوينات داخل السجن وأيضا خارج السجن، واستفادوا من المصاحبة والتتبع في إطار 4 محاور اللي كيتسار عليها المركز مصاحبة السجناء. والهدف من هذا التتبع هو إعادة إدماج هذه الفئة في المجتمع لكي يصبحوا مواطنين صالحين ويفيدوا الأسرة ديالهم ويفيدوا المجتمع. أنا سميتي فردوس، استفدت من مشروع ديال الحلاقة من طرف التنمية البشرية ديال إعادة الإدماج، وكنوجه له جزيل الشكر للسيد العامل اللي هو عاوننا بواحد قدر مالي حتى هويا، وان شاء الله كنشكرهم كاملين صراحه الله، حتى صراحه من البدايه هما كيساندونا وكيعاونونا. الله كنفكر نبدا في المشروع ديال الحلاقه، وان شاء الله يكون مستقبل مزيان. انا ملوسه، انا اتجاه انت ان شاء الله في ملوسه. استفدت سيدي هذا المشروع غنعدلو في بحراويان صحاب نونويش، والله يجازيه بخير الله يجازيه بخير، الله ينسى سيدنا الله يطولنا في الاعمار. وانا جبرتيني شحال وانا متبع هادشي هذا، قلت ان شاء الله قوس بالدبلوم ديالي عندي، كنقول زعما ان شاء الله المشروع ديال العواون عايشوا به، وهاديك الشيء اللي كاين عندي بعض العواون. رمضان ان شاء الله نعمل الحلويات وكرواسا والخبز والغايف والبغرير، المهم ديك الشيء ان شاء الله غيكون خير ان شاء الله، ديك الشيء اللي كاين والله ينصر سيدنا. عندي هذا المشروع ديال بيع السمك، الله ينصر جلالة الملك عاوني باش نستافد من هذا المشروع، ان شاء الله نبدا المسيره ديالي ونطلبوا الله يوفقنا، الله ينصر سيدنا. في القصر الصغير، في القصر الصغير. انا من مشروع في القصر الصغير. شهر رمضان مبارك، يكون ان شاء الله الحوت موجوده وطريه وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. الله يوفقك. ثلاثة. عندي 3 الوليدات. Thank you.